الجمهور العزيز. لماذا تقول لها يا لساني وفي الصدر أكبر مما تعاني؟ لماذا نطقت بحرف غرام وقلبي كتاب كثير المعاني؟ لماذا سكبت شعوري بكأس وحبي كبحر وموج حناني؟ لماذا تحدد نور عوايا وشمس غرامي تنير مكاني؟ أتكفي نجيمة حب وشوق لتحكي عن سماوات افتتاني وتحكي شعوري بأقصر لفظ، وهذا الشعور بعمر الزمان.